حبايبنا طلاب اولى ثانوي، دلوقتي بقى ان شاء الله نحل مع بعض نموذج الاسترشادي اللي نازل بخصوص ايه امتحان الترم الاول بتاعكم. يلا بينا نتوكل على الله كده، وعايزك تحاول تحل قبل انا ايه محل. بص يا شطار، طبعا اول سؤال عندك هيجي لك كالعاده كل واحد فيهم بنص درجه من الاختيارات بتاعتك. انت بتختار ايه؟ بتختار اختيارين طبعا من خمسة. فبيقول لك ايه؟ She refused to admit، هي رفضت انها تعترف breaking the camera، انها كسرت الكاميرا. الانتونيمز عكس كلمة admit يعترف، وعكس يعترف ايه؟ deny ينكر؟ اه طبعا deny ينكر. طب agree؟ لا مش وافق. طيب كلمة adopt؟ لا برضو. consist؟ بالتأكيد لا. conceal يخفي؟ طبعا هي طبعا ايه؟ conceal يخفي شيء طبعا، او برضو ايه ينكره. الاول والاخير. طب brilliant scientists، العلماء طبعا المفروض النوابغ يعني. new devices all the time، طول الوقت. to make life easier، عشان يخلوا الحياة ايه طبعا اسهل. الديفايس الاجهزة، يا ترى انا كده بعمل ايه؟ discover بكتشفها؟ بالتأكيد لا. طب create، ممكن اه يخلق طبعا اللي هو يصنع جهاز يعني. create انا جاي بمعنى make. explore يستكشف؟ بالتأكيد لا. invite طبعا لا. invent طيب يخترع؟ اه بالتأكيد invent يخترع. فوت ده بدرجة كل واحدة بنص، ده بدرجة كل واحدة بنص. من اول دلوقتي كل واحدة تبقى بايه بقى؟ بدرجة كاملة. اوكي، والمفروض في المواصفات ان يبقى فيه سبعة تشوز وسبعة ايه جرامر. تمام. طيب بص يا حبايبي، اشرف سيم تو تيك ات فور ايه بقى؟ مهمة جدا، لو ياخذ الامر على انه مسلم بيه. تيك ات فور جرانتد طبعا، اللي هو الاختيار دي. since I graduated، منذ تخرجت. I in this company، شالب الجملة، شالب الجملة، خليها I in this company since I graduated. هتلاقي دوت شغل مضارع تام وتام مستمر، يبقى طبعا have been working، وكان مفتاح هنا since I graduated. since معاها جملة كاملة في الباست، ده شغل present perfect و perfect continuous. سوري يا جماعة، إذا an attempt to trick someone، محاولة لخداع شخص، وهذا الانترنت بانك اللي عنده طبعا حساب في البنك طبعا، بانك اكاونت عبر الانترنت، to take money out of their account، عشان تاخد فلوس من حساباتهم، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه طبعا phishing، اخر واحدة phishing طبعا اللي هو الاحتيال عبر الانترنت، الاختيار دي. my friend gave me some a about how to finish the project، انا صديقي اداني some ايه بقى؟ بص بقى، some بيجي وراها اسم جمع وغير معدود، اساسا advice اللي هو النصح، دي يجي uncountable noun اسمه بيتعدش، الساين تبقى advice بالسي. طب ليه مش advice بالاس؟ لا advice بالاس ده verb بمعنى ينصح، انا عايز noun، عايز الاسم اللي هو advice uncountable ايه noun. اوكي طيب بصوا بقى، السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 7. بيقول لك ايه؟ ايجيبت is providing، مصر بتوفر ايكوتوريزم اللي هي طبعا سياحه ايه؟ سياحه بيئيه. to protect the environment، عشان تحمي طبعا ايه؟ البيئه. the red sea، عايز اقول على امتداد البحر الاحمر، يبقى صح كده اجيب يا اخوانا ايه بقى؟ على امتداد along، اللي هو الاختيار دي. برافو عليكم. امال ايه لونج اللي هي الثانيه؟ لا لونج الثانيه دي بتيجي بمعنى ايه بقى؟ بتيجي بمعنى طويل. لونج واجيب وراها الاسم. تمام. طيب my grandfather regrets my talkative grandmother، يا اخوانا انا جدي ندمان انه اتجوز جدتي الصرصاره، ما بتوصلش كلام، يبقى جاي بمعنى يندم، اجيب وراها الفيرب زائد اي ان جي، يونت 6 دي مهم جدا. farmers sometimes give their animals to eat، بيدوا الحيوانات ايه عشان ياكلوه؟ طبعا هي طبعا اللي هو القش او التبن، الاختيار سي. her departure we sobbed، انا عايز اقول احنا كنا عمالين نعيط لما هي جت تمشي، مفيش فرق زمني كده. الصح اجيب on، on بيجي وراها الاسم او الفيرب زائد اي ان جي، بتدل ان مفيش فرق زمني زي ما شرحنا. طب ليه مش during his her departure، اثناء مغادرته كنا بنعيط، يعني هي بقى عماله تغادر كده واحنا عمالين نعيط؟ لا هي خلاص مشيت واحنا عيطنا، مفيش فرق زمني، مفيش استمراريه هنا، مفيش استمراريه وفي نفس الوقت مفيش فرق زمني، فبجيب on. his wife is in tired looking، طبعا يبدو عليها الارهاق. lady tired looking على بعضها دي صفه بمعنى مرهق. طيب have you watched this film yet، انت اتفرجت على الفيلم دوت ولا لا؟ فقال له I eat just now. ايوه يا معلم تعالى بقى شوف الجمله ديت، just now، just now زي ما شرحنا في الحصه بتاعتنا بتاعت الاونلاين الموجوده دلوقتي، وزي ما بنشرح في السنتر دايما ان just now من keywords بتاعت الباست سيمبل، يبقى الصح انت بقى ايه؟ watch it بس. خد بالك just now، just past present perfect، لكن just now past simple.
طيب مهم قوي ديت. طب ده مستر وير ده سال هاف يو واتش، مش المفروض برضه رد بهاف واتشد؟ لا يا باشا، هو سال في زمن ورد في زمن تاني. على فكره ممكن اقول لك ايه، هو انت هتشتري عربيه جديده فتقول لي انا مستقبل اهو، فتقول لي انا اشتريت عربيه امبارح، رديت في الماضي، ايه المشكله يعني؟ The tourist industry, صناعة السياحة, has had a big A on the local town. بيقول لك صناعة السياحة ليها إيه على المدينة؟ طبعاً impact, تأثير، ليها تأثير على المدينة المحلية بتاعتنا. Don't worry, ما تقلقش. I use the money you need. هسلفك الفلوس اللي انت عايزها. نفس الاكزامبل اللي احنا قايلينه في الريفيجن. Winland. ليه بقى؟ لأنه هنا بيعرض عليه. The explorers spend the day. بيقول لك ان المستكشفين قضوا اليوم، عايز اقول بيتجولوا في الغابة، يبقى طبعا تريكنج طبعا الاختيار B. You should find out your new work. Find out about. لازم تكتشف او تعرف حاجات ايه عن شغلك الجديد. ده بالنسبة للتشوز لطيف جدا. بس هو عمل كده تركية ولا اتنين في ليه بتاع Just Now طبعا ديت اللي كان جايبها هنا. وحاول يستعبطك في حتة ايه tired looking، عشان في ناس فيكم مش حافظاها. عن اون طبعا اللي بيجي وراها ايه اسم، عن ريجريت هنا اللي جايب معنى يندم. خلاص كان بيحاول برضو يستعبط شويه في ايه، هو مش بيستعبط طبعا، هو لازم يبقى في حاجات ايه تقيس الطالب الكويس والطالب الايه التعبان. ان سام بيجي وراها انكاونتبل ناون او جامعة، فانت ممكن تتصرف وتروح مختار ادفايسز. لا مش حاجه اسمها ادفايسز، في حاجه اسمها ادفايس بس، لانه انكاونتبل ناون اساسا. اوكي وهكذا. طيب ده بالنسبه لايه، بالنسبه للشوز. بالنسبه للقطع بقى، احنا بنأكد دايما حاول تقرا ان شاء الله في الامتحان الاسئله الاول، بحيث تاخد خلفيه قطع بتقول عن ايه، وبعد كده بتقرا القطع اقرا القطع بتاعتك، وابتدي ان انت ايه يا معلم، ابتدي ان انت استوعب المضمون العام بتاعها، وابتدي حل اسئلتك توكل على الله. طب حليت اربع خمس اسئله وانت متاكد منهم وفاضل سؤالين، اقرا القطع تاني مفيش مشكله، الوقت هيسمح ان شاء الله. خلاص بس اهم حاجه ما تعطلش على كلمه، افهم المضمون الايه العام. يلا بينا نشوف القطع ديت بتقول ايه. Once Wilson Beverly approached the merchant and introduced themselves as visitors. لطيفة القطعة ديت. بيقول لك ذات مرة يعني عارف انت قطعة تخيلية شوية كده، ليها مورال ليها مغزى يعني. بيقول لك الثراء والفقر راحوا التاجر وقدموا نفسهم ان هم زوار. مين الفيزيتورز دول بقى؟ الفيزيتورز دول اللي هم مين؟ الويلث والبافرتي. The merchant offered his salutations to both. حيا الاثنين. بص زي ما نسيت وقال لهم ايه؟ May you know what brings you to my shop. ممكن اعرف ايه اللي جابكم المحل عندي؟ Well said. الثروة قالت له ايه؟ We want you to judge and tell us who is more beautiful between us two. بتقول له احنا عايزينك تحكم بيننا وتقول مين فينا ايه اجمل. The merchant was in a fix. In a fix انا معناها في ورطة. هو كان بقى مش عارف يقول ايه الصراحة. If he were to declare wealth as more beautiful than poverty, هو لو قال ان الثروة اجمل من الفقر, poverty would curse him. طبعا الفقر هيسوب اللعنة. If he were to declare, خد بالك where ها عشان ايه في الحالة التانية بجيبه لما اقوله مرفض وجامع. If he were to declare poverty as more beautiful, لو اعلن او صرح, هيطلب كلمة declare دي دلوقتي معناها ايه, ان الفقر اكثر جمالا than wealth, من بالنسبة للثروة, wealth would forsake him. طبعا الثروة هتعمل ايه, هتهجره, عارف انت مش هتجيله بقى تاني خلاص. However, he regained his composure and said, المهم هو قدر ان هو يتمالك نفسه وراح قال لهم ايه بقى؟ I have great respect for you both. انا بحترمكم انتوا الاثنين. Would you please act according to my instructions? بيقول لهم ممكن طيب تسمعوا كلامي وتعملوا التعليمات بتاعتي. Then only I can judge properly. ساعتها ممكن ان انا اقدر احكم عليكم بشكل ايه مناسب. قبل ما نقول بس هيقعد بقى يلعب معاهم ازاي؟ عايزين نجيب الكلمتين دول. السؤالين دول. اولا مين الفيزيتورز دول؟ طبعا هتبقى ويلث اند بافرتي اللي هو الاختيار ايه دي. طيب بعد كده كان في اللي هي ديكلير يعلن, هو عايز الانثم عكس كلمه ديكلير. عكس كلمه ديكلير طبعا يعلن هيكون ديناي اللي هو ينكر الشيء طبعا. اوكي طيب تعال نشوف بقى, هو جاب ديناي مرتين كده فوق في اول سؤاله دلوقتي. تعال نشوف لعبهم ازاي. The visitors agreed. هما الاثنين ايه وافقوا الايه ان هو يتنفذوا تعليماته. هي said راح قايل ايه بقى؟ Mother Wills. امي اللي بيقول لها الثروة كانها امه يعني. Would you please
go to the entrance أو اللي هي gates and wall. قال لها ممكن من فضلك تتحركي تروحي ناحية المدخل كده اللي هو البوابات والحيطة. into the house وتدخلي جوه البيت عندي. mother poverty وبدأ يكلم الفار بيقول له أنت بقى أمي الفقيرة ها. would you please walk from here towards the gates. أنت كان ممكن تتحركي من هنا وتروحي ناحية البوابة. I can have a good look at you both. أنا ممكن أشوفكم أنتوا الاتنين كويسين جدا. From near and far, ماشي من قريب ومن بعيد. The two visitors did walk as a merchant wished them to. طبعا الاثنين مشوا زي ما هو قال بالظبط. Then the merchant happily declared. بعد كده التاجر ومبسوط اعلن وقال ايه بقى. Mother Wells, you appear very beautiful when you enter the house. قال يعني يا امي يا ساره انتي بشكل حلو قوي لما تدخلي جوه البيت. Mother Poverty بيكلم الفقر وبيقول له ايه. You look very beautiful when you leave the house. انت كمان شكلك حلو قوي لما تخرج من البيت. صحيح هو ماشي يعني بيقول للثروه لو دخلت البيت شكلك بيبقى حلو قوي وانت فقر لو خرجت البيت بيبقى شكلك حلو قوي برضو. اوكي the visitors appreciated طبعا the wisdom of the merchant. هما الاثنين قدروا احترموا الحكمه بتاعته. Wells happily stayed in his house. طبعا الثروة وهي سعيدة فضلت قاعدة في البيت عنده. While poverty cheerfully walked away. والفقر ومبسوط برضو خد بعضه ايه ومشي. When a serious problem faces us. هو بيديك بقى المغزى. لما تواجهنا مشكلة صعبة او خطيرة. If you look within and think calmly. لو قعدنا كده تفحصنا في الموضوع وفكرنا بهدوء. A ray of hope and light will appear and show us the way. بيقول لك ان هيظهر قدامنا شعاع من ايه من الامل والضوء. والضوء طبعا هيظهر وايه ويورينا الطريق بتاعنا. تمام اول سؤال بقى خلاص احنا حلناه. في كلمة appreciate بالمرة نجيبها. appreciate هنا معناها ايه بقى؟ معناها value طبعا اللي هو يقيم. تمام لان هي اساسا appreciate بتيجي بمعنى يقدر. تعال نحل الاربع اسئلة اللي فاضلين. The visitors wanted the merchant to. المفروض الزوار دول كانوا عايزين التاجر يعمل ايه؟ be with them in their problem. يفضل معاهم في مشكلتهم. judge which one of the two is more beautiful. يحكم مين فيهم اجمل. sell them his shop. لا طبعا مش بيع لهم المحل. buy their goods. يشتري السلع منهم. لا هي الاختيار بي طبعا. يحكم طبعا مين فيهم اجمل. according to the passage of القطعة. the way to solve a problem. طريقة حل المشكلة. is to ايه بقى؟ rush تندفع ولا think calmly تفكر بهدوء. هيزيتيت تتردد. stop think تبطل كلام خالص تبطل تفكير خالص سوري. لا طبعا الاختيار بي اللي انت think ايه calmly تبتدي تفكر بايه بهدوء. طيب the moral of the text. ايه المغزى بقى بتاع القطعة ديت؟ wealth is more beautiful than poverty. ان الثروة اجمل من الفقر بالتأكيد لا. poverty is uglier than wealth. ان الفقر اقبح من الثروة بالتأكيد لا. we should do our best to overcome poverty. لازم نبذل اقصى ما عندنا عشان نتغلب على الفقر برضو بالتأكيد لا. difficult situations can be solved by calm thinking. هي الأخيرة ان المواقف الصعبة ممكن انت تحلها بايه بالتفكير الهادي. اوكي طيب بعد كده the merchant feared to declare that wealth is more beautiful than poverty because هو كان خايف يعلن ان الثروة اجمل من الفقر. ليه كان خايف بقى من كده؟ wealth may forsake him. طبعا هي ديت ان طبعا ممكن الثروة تهجره. poverty may curse him. ان الفقر ممكن يلعنه. حلو قوي. هو هي طبعا هتبقى مبدئيا هتبقى الاختيار بي. الاثنين دول لحد دلوقتي صح بناء على السؤال ده. هو خاف يقول ان الثروة اجمل من الفقر. ليه بقى؟ لان طبعا الفقر ممكن يصيبه باللعنة. هي الاختيار بي. طب لو كان قال ان الفقر اجمل من الثروة لو عكسنا كنت اختار الاولى. طب poverty may forsake him. الفقر ممكن يهجره. يا ريت. wealth may curse him. لا هو الاختيار بي طبعا ان الفقر كده ممكن يصيبه بايه باللعنة. حلو سؤال سهل بس في نفس الوقت ايه ممكن يلخبطك. بس انت ركز اللعبة كلها. لو قال ان الثروة اجمل طبعا مين هيزعل؟ الفقر. فممكن يصيبه بايه باللعنة. ده بالنسبة للقطعة. طبعا هي قطعة لطيفة جدا في النموذج الاسترشادي ده. لكن ايا كان القطعة اللي هتجي لك ان شاء الله في الامتحان بتاعك اتعامل بهدوء معاها. تمام. طيب دلوقتي في حاجة بقى ايه هي؟ الترانسليشن. طبعا انت هيجي لك ترجمتين كل واحدة بدرجتين على اربع درجات يعني درجتين من 16. ما تتسرعش وامشي بالراحة واستبعد هتوصل للصح. تعال نشوف كده. Education must receive high attention from the states. ينبغي ان يتم الاهتمام بالتعليم بشكل عالي من الدولة. امشيها. لابد ان يتم ان ينال التعليم باهتمام مرتفع من الدولة. مرتفع دي مش عجباني. وكلمة اهتمام هنقول انها غلطة في النموذج نفسه. يجب ان يهتم التعليم بشكل كبير من الحكومة. فين كلمة حكومة؟
لا مفيش كلمة حكومة هنا، أنا عندي الست اللي هي الدولة، دي خلاص غلط وش. يجب أن يحظى التعليم باهتمام كبير من الدولة، دي لحد دلوقتي أحسن أسلوب فيهم. Because it's a tool that prepares qualified citizens to lead the development process. لأنه الأداة التي تعد مواطنين مؤهلين ليقودوا عملية التنمية شغالة. لأنه الأداة التي تعد مواطنين مؤهلين ليشاركوا عملية التنمية، مفيش كلمة يشاركوا، خلاص هي يقود. طب لأنه الأداة التي تعد مواطنين مؤهلين ليقودوا عملية التنمية، آخر واحدة هي أفضل واحدة. تعالى بقى كده نشوف، ينبغي أن يتم الاهتمام بالتعليم بشكل عالي، ولا يجب أن يحظى التعليم باهتمام كبير؟ الثانية دي أفضل. من الدولة، من الدولة. لأنه الأداة التي تعد مواطنين مؤهلين، لأنه الأداة التي تعد مواطنين مؤهلين ليقودوا عملية التنمية، ليقودوا عملية التنمية. بس الأسلوب الصراحة في دي هو الإيه؟ الأفضل. يا مبدئيا هنختار الاختيار دي. أوكي. هي كده كده بشكل عالي ديت الصراحه مش لطيفه خالص بالنسبه لاهتمام ايه كبير، تمام كده، لان هاي تنشن مقصود بيها مش اهتمام عالي، اهتمام كبير. تلعب الرياضه دور هام في تشكيل الشخصيه القويه جسديا ونفسيا. خد بالك ان ساعات الجرامر بيأثر جدا في الترجمه العربي الانجليش. طب sports play an important role in forming the character physically and psychological. لا فوت psychologically، psychologically دي كده غلط. بص انا عايز adverb هنا. طب sports play an important role in forming the character physical. لا فوت physically، ناقصها ly بشكلها بدنيا، برضو دي غلط. طب sports play an important role in forming the character physically and psychologically. sports play an important role، role دي غلط، role دي معناها يحكم. اوكي وبتيجي معنا قاعدة. بدينا الاختيار C. and make it able to do its job in life effectively. نشوف كده بقى الترجمة، وغلى قدرها على قيام دورها في الحياة بالفعلية. صح زي الفل. هل الصح هو الاختيار مين؟ الاختيار سي. كويس جدا. ده بالنسبة للترانسليشن. طيب بالنسبة بقى ده الأسئلة طبعا دي هتبقى على التاب المفروض بتاعك. 27 درجة، 16 في الأول، وسبعة اللي هو تشوز طبعا، وسبعة قطع يبقى 23، وبعد كده في أربعة طبعا ترجمة يبقى كده كام؟ 27 درجة. المفروض في ورقة هتاخدها عشان تحل فيها بقى المفروض المقالي. تعال نشوف الايه النوفل. اي يوم منطقية هتكون صح. Why do you think the captain didn't want any sailors to see him? ليه الكابتن ما كانش عايز بحارة تشوفه؟ سبحان الله كنا لسه بنحل السؤال دوت. ماشي. هقول ليه طبعا؟ هقول ببساطة. To or not to take the map of the treasure عشان ما ياخدوش خريطة الكنز from him، منه طبعا. طيب what did Mr. Trelawney think they should do about Captain Bell's papers؟ هو كان شايف فود يعملوا ايه بخصوص الاوراق بتاعت كابتن بيل؟ طبعا they should follow the instructions، يتبعوا التعليمات، and find the treasure، وياخدوا الكنز طبعا. طب looking for treasures always means danger، البحث عن الكنوز دايما بيعني الخطر. What do you think Captain Smollett said so؟ هو ليه بيقول حاجة زي كده؟ طبعا كان خايف ان يحصل ميوتني طبعا. Because he was afraid of a mutiny، كان خايف من حصول حدوث طبعا ايه تمرد. on his ship، على ظهر السفينة ايه بتاعته. حبايبي دلوقتي بقى المفروض هيكون عندنا ايه طبعا الجزء الخاص بالإيسي. الإيسي اللي عندك انا ده اساسا ضد ان انت تبقى حافظ موضوع الاسطمبة وتكتبه خلاص، وتقعد بقى تقول ده ايجابي وسلبي والهبل ده. كل بساطة فكر دايما بدماغك واكتب ببساطة حسب الموضوع اللي عندك، زي ما احنا معودينكم ازاي تكتب إيسي، ودربناكم المفروض بعد في السنتر كذا مرة، والناس طلبت اونلاين كنا بعتين لها قبل كده فيديو ازاي تكتب إيسي، وبرضه بعتناه لطلبة السنتر. اوكي تعال نشوف الإيسي النهاردة اللي جاي في الامتحان اللي هو ايه الاسترشادي. بيقول لك how can you keep the environment clean، ازاي تحافظ على بيئتك ايه نظيفة.
احنا اتفقنا قبل كده الاسيه هنكتبه يا اما على 3 فقرات كل واحده فيهم حوالي 5 سطور يا اما كمتوسط، يعني ممكن تزود في اي فقره فيهم براحتك. وقلنا المقدمه هي نفس الختمه مع اختلاف الاسلوب، يا اما اكتبه على 4 فقرات مثلا او 5 فقرات كل واحده 3 أو 4 سطور، وده شخصيا اسهل لنا يعني كطالب. طيب تعال نبتدي بقى. كالعاده هنسيب في اول حته ما يوازي حوالي كلمه ماشي 5 حروف، ونبتدي من اول سطر بس كده من على الشمال. هقول ايه بقى؟ هقول your environment، البيئة بتاعتك is everything around you، هي كل شيء حولك. Do you like it clean or dirty؟ تحب بيتك تكون نظيفة ولا مش نظيفة؟ بص انا كل واحدة بجيب من كل جملة جملة زي ما قلنا ماشي. When you ask any one this question they will certainly give the same answer، كلهم هيدوا نفس الايه الاجابه اللي هي ايه بقى؟ اروح اعمل كده سيمي كولون واروح قايل ايه؟ كلين، نظيفه ماشي. Because clean environment، لأن البيئة النظيفة means health، بتعني الصحة and happiness والسعادة. دي الدخلة بتاعتي ماشي كده. هبتدي ادخل بعد كده بقى فين في الموضوع. دي كانت المقدمة بتاعتي. طيب هروح قايل ايه بقى؟ We pollute our environment، احنا بنلوث بيئتنا. لحظه يا مستر وائل، هو اسام بيقول لك ازاي نحافظ على نظافه البيئه، ما انا عشان اقول ازاي نحافظ على نظافه البيئه لازم اجيب الاول احنا بنلوثها ازاي ماشي. We pollute our environment in many ways، بطرق ايه؟ كثيره ماشي. هقول طبعا with modern life، مع الحياة الحديثة، a lot of factories، في مصانع كتيرة are built، بتتبني everywhere، في كل مكان. وبعدين يا معلم some of these factories، بعض المصانع ديت pollute، بتلوث the environment، البيئة. ايه كمان؟ moreover، علاوة على ذلك we ourselves، احنا ذات نفسينا pollute it، بنلوث البيئة by our bad habits، بعادتنا السيئة. such as، زي ايه بقى؟ throwing rubbish، القاء القمامة into our، فين حرفوها؟ into our streets and rivers، وانهارنا ماشي. وي طبعا مش هقعد اكتب بقى كتير، عشان كل واحده احنا قلنا 4 أو 5 سطور. وي دو ا لوت اوف باد ثينجز، احنا بنعمل اشياء كتيره سيئه ذات بليوت، اللي بتلوث ات. طيب ابتدي بقى اقول ازاي نتغلب على المشكله ديت. برضو اول سطر بس هسيب حته صغيره كده واقول ايه بقى؟ We have a lot to do، احنا في حاجات كتيره المفروض نعملها to protect our environment، لحمايه بيئتنا and keep it clean، ونخليها نظيفه. ف
First of all, أول حاجة نعملها إيه بقى؟ Is to teach our kids. إحنا نعلم أطفالنا. Either at home, سواء في البيت, or in our schools, أو في مدارسنا. The importance, الأهمية of keeping the environment clean, ان هم يخلوا بيتهم نظيفة. It means, معنى كده, we must start, احنا لازم نبدأ from our kids, من اطفالنا, who will lead our countries, اللي هيقودوا بلادنا someday, في يوم الايام. ايه كمان فاكرين بتاعت المصانع؟ هروح قايل ايه مثلا؟ our factories, المصانع بتاعتنا must use modern technology, لازم تستخدم التكنولوجيا الحديثة, that keeps the environment clean, لحظة بس عشان environment دي ضربت, that keeps the environment clean, بتخلي البيئة نظيفة, and never pollute it. طب وإيه كمان طالما دخلنا في المصانع؟ We must depend, هغير بقى اللون معلش, ماشي, We must depend, ونكتب بين السطور, لازم نعتمد completely, كليا, on clean or green energy, لازم نعتمد على الطاقة النظيفة. طيب واروح قايل ايه بقى؟ If we do so, احنا لو عملنا كده, we will lead a happier life, هنعيش حياة ايه افضل. اختم بقى, اختم اروح قايل ايه, انا كده كتبت الرابع فقرة اكتبها. Finally, في النهاية, we must be sure, لازم نكون متأكدين, that keeping our environment, ده حرف ان دوت المفروض يعني, environment clean, ان الحفاظ على بيئتنا نظيفة, is a duty, هو واجب, and not luxury, وليس ايه ترفيه, ماشي. Polluting the environment, تلويث البيئة, makes our life, بيخلي حياتنا a horrible nightmare, كابوس طبعا ايه فظيع, but لكن keeping it clean, الحفاظ عليها نظيفة, makes our life much better and means happiness, هيخلي حياتنا افضل وهيعني ايه السعادة. طيب بصوا بقى, انا كده ختمته خلاص, اللي انا كتبته دوت ما خدناش فيه بتاع 6 7 8 دقايق يعني, كان لعبته ايه كلها؟ انا عمال افكر واجيب منهم جمله ايه جمله, وبحافظ على جمل كامله زي ما احنا متعودين, بحافظ على مقاس الترقيم, اوكي مفيش شخبطه. طب ما انت يا مستر وائل كان حرف الان دايما بيضرب في الكتابه, ماشي, انا بكتب على شاشه مش بكتب في ورقه, اوكي. حاول ان انت تكون دايما كلامك ايه يجذب المصحح, ان انت كاتب ايه بخط كويس, مفيش شخبطه بقدر الامكان, ولو حصل واحد شخبط بالرصاص خط صغير كده وتكتب فوقيه الكلمه الصح طبعا اللي انت عايز ايه تكتبها.
حاول تكتب من دماغك عشان خاطر ثالثه ثانوي لما تطلع ثالثه ثانوي سيبك من شغل التخلف ان انا ايه خد الموضوع ده واحفظه والهبل دوت. حتى انا حاطه عندك في الملزمه وكان ده للطلبه الضعيفه الميته خالص يعني، وانا ما احبش الطلبه بتاعتنا تكون ضعيفه ولا ميته. المهم تعال نشوف كده، انت مطلوب منك 150 كلمه يعني حوالي 12 سطر 15 سطر. اه ده احنا كتبنا في كتير جدا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مش هنحسبها بنس 14 15 16 17 18 19 20 21 انا كتبت فوق ال 20 سطر، مش محتاج اكمل الصراحه خلاص، احنا كتبنا فوق ال 200 كلمه. المهم الموضوع بسيط، بس انت ايه حاول تكتب على 3 لحد 5 فقرات، كل فقره من 3 ل 5 سطور والدنيا هتبقى زي الفل معاك ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا من الامتحان ده يا حبايبي، وربنا معاكم ان شاء الله في الامتحان بتاع الاداره او المدرسه بتاعتك ان شاء الله ايا كان يومك هيكون ايه، وبالتوفيق جميعا. السلام عليكم.